تحتفل دولة الكويت الشقيقة اليوم بمناسبة العيد الوطني 60 وذكرى التحرير 30، وتمثل العلاقات البحرينية الكويتية على مستوى قيادتي البلدين الشقيقين نموذجا يحتذى به، وتتسم هذه العلاقات بالرسوخ والازدهار في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. علاقة أخوية وثيقة تربط بلدين وشعبين شقيقين، وتشهد تطورا مستمرا في جميع المجالات، أكد عليها دائما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الكثير من المحافل التي تجمعهم مع الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة. قيادات البلدين دائما ما أثبتت مواقفها بالوقوف مع بعضهما البعض ودعم كل القضايا والمصالح المشتركة، إذ لطالما أكد جلالة الملك المفدى أيده الله أن الكويت الشقيقة لها دور رائد في خدمة قضايا مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وتعزيز التضامن ومسيرة العمل العربي المشترك. العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة سمو أمير دولة الكويت الحكيمة شهدت على الدوام ازدهارا وتطورا ونموا في مختلف المجالات، فمن عهد الأجداد والآباء وإلى هذه اللحظة، والعلاقة الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين أصبحت مثالا يحتذى به للعلاقات الأخوية. فالعلاقات البحرينية الكويتية علاقة حب وود وإخاء تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتمثل عمقا للترابط الأخوي ومثالا حيا ومتجددا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات. جلالة الملك المفدى أكد دائما أن قيادة الكويت وشعبها يحظون بمكانة خاصة ومتميزة لدى مملكة البحرين، وأن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات العريقة وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات نابع من الحرص المشترك على ترسيخها وتقوية دعائمها بين قيادتي البلدين الشقيقين.